الأسيس موديل أكاديمي كيندر جارتن الصالت إنجليش واي جريد كي جي وان تيتشر أمين للزيود دي ثيرز دي. خلينا نراجع الحروف اللي تم أخذها سابقا. D E F G H I J K L M N O R S T U V W X Y. إذا حرفنا هو حرف الواي. واي الكلمات اللي راح نحفظها مع حرف الواي: يلو أصفر، يلو أصفر، يلو أصفر، يويو. طبعا كلنا بنعرف شو هي لعبة اليويو. يويو يويو، إذا يلو أصفر، يويو يويو. واي طريقة كتابة حرف الواي: مثل ما احنا متعودين دائما من نقطة البداية ننزل خط مائل للسطر الثاني، بنطلع خط مائل من السطر الثاني، بننزل خط عمودي للسطر الثالث. واي السطر الرابع ما قربنا عليه. مرة أخرى: من نقطة البداية ننزل خط مائل، بنطلع خط مائل، ننزل خط عمودي للسطر الثالث. واي واي السطر الرابع ما بنقرب عليه. إذا حرفنا هو حرف الواي. واي تدريب: بدنا نلون حرف الواي، عندنا يلو أصفر ويويو. هون بدنا نعلم عن نقاط حرف الواي، نحكي الاسم طبعا بعد ما نكتب نحكي الاسم. واي ماتش، بنوصل الصورة بالحرف، عندنا كيك يلو يويو ووتر. تحت بدنا نعلم عن نقاط حرف الواي ونكتبه، طبعا مثل ما حكينا خط مائل، نطلع خط مائل وننزل خط عمودي. واي واي بعد كتابة الحرف نلفظ الاسم. إذا حرفنا هو حرف الواي. وصلنا للنهاية، نلتقي بالقمة. مدارس العزيز.